الكره بقوه يوقع الهدف الاول. ياسين وفرحه ياسين بزاز بقوه يوقع الهدف الاول لشباب قسنطينه من ضربه جزاء. الهدف جاء في اللحظات الاخيره او في الدقيقه الاخيره من المرحله الاولى بعد ممكن ان تمارس او نشاهدها فوق ملاعب كره القدم. باغت الجميع بتسديده من خارج منطقه العمليات. اللاعب هذا يتمكن من مباغة الجميع والحارس غول بتسديدة من خارج منطقة العمليات. عودة بطيئة و باللعب الحق على الكرة داخل منطقة العمليات المساعدية. داخل منطقة العمليات محمد المساعدية. هذه المساعدية الهدف الثاني المساعدية والهدف الثاني ويعيد الأمور إلى نصابها المساعدية. هدف ممتاز من المساعدية اللاعب البديل يدخل منذ حين ومساعدية يتمكن من مباغة الحارس وتوقيع الهدف الثاني الذي اعاد الروح الى انصار شباب قسنطين. شوف الاقتراش يعني فافي انطلق فافي ممتاز امام المساحه الكافيه. انطلق فافي البحث عن المراوغه. فافي مكني مكني حط كره ممتازه ولا اروع من مكني ولا اروع من مراد يوقع الهدف الثالث. مراد يوقع الهدف الثالث شباب قسنطينه في الدور القادم. تقول هذا قبل نهايه المباراه ب 12 دقيقه ولا اروع من مكني وسيناريو ولا اروع من شباب قسنطينه في مباراه ومن فافي. فافي ممتازه ومكني هات كره ممتازه تصطدم بالمدافع وتغير وتغبال الكول ويوقع الهدف الثالث. مكني عودة موفقة لمكني. طرق شباب قسنطينة عن طريق بزاز. بزاز في سلسلة المراوغات. الحكم من فوق من الدار الأفضلية ثم الانطلاقة. فافي تبدل الكرة. فافي فافي الرابع الرابع يا فافي الرابع الرابع فافي الرابع الرابع يا فافي وشباب قسنطينة. شباب قسنطينة في الدور القادم من كأس الكاف بامتياز. هدف رابع رباعية كاملة هذه الأمسية في ملعب الشهيد الحملاوي. ولا سيناريو ولا افضل من هذا السيناريو. ممتازه من فافي والتمريره كانت رائعه والهدف الرابع. وهكذا انطلق. شوف قوه التوغل والتمريره في العمق من اللاعب ياسين بزاز. كره تبقى لشباب قسنطينه وفي هذه الاونه كما تشاهد